في حلقة جديدة من السادة المونديال. اليوم مش نحكي لكم على المدربين أو المدربون أو المدربون مدربي المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 الذي أوشك على النهاية. سنتحدث عن أجور المدربين. لمعرفة هذا تابعونا بعد الانترو الخاص بنا، ولكن قبل ذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد في عالم الساحرة المستديرة. بعد قليل نتابع. أهلا وسهلا، عدنا معكم من جديد. مثل ما سمعت في المقدمة باش نحكيو على المدربون الأغلى أجرا في مونديال قطر 2022، الراتب السنوي بالدولار الأمريكي. نلقيو المرتبة الأولى للمدرب منتخب فيليب بيك، مدرب المنتخب الألماني 6.6 مليون دولار. تجي المرتبة الثانية مدرب المنتخب الإنجليزي تقريبا 5.9 مليون دولار. نيجي ديشام مدرب المنتخب الفرنسي 3.9 مليون دولار في السنة. ونيجي أيضا تيتي مدرب البرازيل 3.7 مليون دولار في السنة. لقيوا مدرب فانجال مدرب المنتخب الهولندي بيت 3 مليون دولار. ولقيوا المدرب منتخب المكسيكي 3 مليون دولار. لقيوا سكولوني مدرب المنتخب الأرجنتيني ب2.5 مليون دولار. نجيو بعديك نجيو مدرب فيليبي سانشيز مدرب القطر منتخب القطري اللي يتقاطع أجر تقريب حوالي 2.5 مليون دولار في السنة. نجيو سانشيز حسب مكتوب سانتوس مدرب منتخب البرتغال 2.3 مليون دولار. ونلقيو مدرب المنتخب السويسري في المرتبة الأخيرة حسب ما اخترنا لكم المرتبة الأولى ب1.65 مليون دولار تقريبا. هذا هو المدربين الأخلى أجرا في المونديال، وذلك هو المنتخب الألمانيا السويسرا ألمانيا إنجلترا فرنسا فرنسا البرازيل هولندا المكسيك قطر الأرجنتين والبرتغال وسويسرا. تقريبا هذوما الأغلى مدربين في المونديال. هذا تقريب أجر السنوي أجور خيالية وخيالية. للمواصلة ومتابعة عديد الأرقام والحصريات في سلسلة أرقام المونديال تابعونا. هناك فيديوهات عديدة وحصرية على أرقام وكواليس المونديال دائما وابدا على روما لايم. اشترك في القناة وتفعيل زر الجرس لتكون على علم جديد في عالم الساحرة.